السلام عليكم متابعين ومتابعات قناتنا نانا شوبينغ اكادير، مرحبا بكم من جديد. فيديو جديد اليوم جينا نكتشفوا واحد المحل اللي شفتو غير بالصدفه اللي كاين في الدشيره، وقلت علاش لا اللي ما نبارطاجيه معكم حتى نتوما وتعرفوا شنو فيه هذا المحل. السميه ديالو ريونا، وصراحه كيدير دي برودوي لي زاكسيسوار غزالين عجبوني انا، وخصوصا عندهم لي طاي الكبار. احنا راه غاديين مع لي طاي الكبار. قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هادشي اللي دايرين، سورتو كيبان ليا انهم دايرين السولد. وهذا دخلت عند السيده وطلبتها على اساس انني نصور ونبارطاجي مع الناس ديالي، حتى هي قالت ليا ماشي مشكل مرحبا بك. ايوا داكشي علاش جيت نبارطاجي معكم. المحل البنات فين جا؟ انا نقول لكم دابا فين جا. الطريق ديال الدشيره يا البنات داك الشارع الكبير تما فيه كيكونوا الشوايات، اول قيصاريه غتلقاو تما انفاس مع الكوميساريه، تما فين كاين هاد المحل. راه كاين على الشانطي، راه هو دوفاس، المهم كاين على الشانطي يا البنات. المحل سميتو ريونا، سيروا عندهم اكتشفوا الهميزات اللي كاينين. صراحه كلشي عندها زوين وغزال، وكنقولها شكرا على التعامل الزوين وخلاتني نصور. الله يعطيك الخير حبيباتي، كنشكرك من هنا. ما عرفتش كتشوفي لا فيديو ولا لا. المهم البنات خليكم مع لا فيديو حتى الاخر، ولا كانت عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لي تعليق وتقولوا كي جاتكم لا فيديو. واكيد واهم حاجه هو انكم ديروا لي لايك دابا دابا دابا، تهبطوا ديروا لي لايك وكملوا لا فيديو، وخليكم حتى الفيديو المجي ان شاء الله.